تبدلت ظروف العمل كثيرا في مدينة حلب بفعل الأزمة في سوريا. نشوى اختارت مهنة القيادة لفئة طلاب المدارس، إلا أن تردي الأوضاع دفعها إلى العمل سائقة عمومية في شوارع المدينة المقسومة بين شرق وغرب. تقرير حسين نور الدين. البدائل دوما موجودة. طبقت نشوى هذه المقولة فحولت عملها من نقل طلاب المدارس إلى النقل العمومي في مدينة حلب السورية. رحلتها بالتنقل من منزلها إلى مكان ركن سيارتها محفوفة بالمخاطر، فهي تقطن وسط المدينة بالقرب من أحد خطوط التماس حيث ينتظر القناصة صيدهم. أنا من دخلت على الخط فهمت أنه أنا مرة جاي أشتغل، كنت في المدرسة وما ضل مدرسة، فانتوا انا قلت لحالهم يعني يا فاهم فلحالهم بده يساعدوني، طلع العكس. وبالرغم من المشكلة التي تتعلق بالذهنية الذكورية المسيطرة، فقد تخطت نشوى الامر طمعا في حياة كريمة في ظل نظرة تبقى ملتبسة بين زملائها وركابها. هلا هي عادية وما عادية، عرفت شلون؟ يعني بجوز بادرة غريبة ايه، بس بحلب انه وضع انه بتعرف انت خاصة الشعب الحلبي. مرة يعني بتشتغل على السرفيس بدها تاكل بدها تعيش، يعني الامور كانت احسن بس هالوضع يعني تعبان. لعل في لباس نشوى ونظاراتها الشمسية نوعا من التمويه على الركاب وتسهيلا لعملها. عمل يبدأ كل صباح بتفحص سيارتها مصدر عيشها. بجي الصبح مثلا سيارة وسخة بغسلها، بطلع عليها، بطلع على الزيت، بطلع ايش لازمة ايه. مثلا انا هون بالليل تكون مزبطة امر البنزين، يعني الله بتعرف انت نحن هون بنزين ما بيصلح حلب، والله بنزل على المعبر بقى في ولاد بطلعوا بنزين، بطلع اين هو الكويس اين هو النظيف، حسب عندك 300 ب400. بعد عدد من الجولات تركن نشوى سيارتها في موقف تعارف عليه السائقون والناس لتنادي على الركاب في رحلة جديدة. عري الثمانية، عري عري